ده انا جاي قدام الميكروباص بالموتوسيكل ماشي. انا شفت الواد، انا شفت الواد بيعدي، مفيش نص متر كان عدى الطريق التاني. الواد بتاع الميكروباص جاي سريع تمام، على ما جه وقف كان وقف عند الدوران التاني ومعاه لا رخصه سواقه ولا معاه رخصه ولا معاه اي حاجه خالص. يعني اللي صدمه شاب صغير، اللي صدمه عيل صغير، شاب صغير في ابتدائي، مرحله ابتدائيه، سنه رابعه وفي سنه ثالثه ابتدائي، مرحله ابتدائيه.